المنظر اللي شايفينه ده لطائر الفلامينجو، وطبعا وده البجع. البجعتين دول كانت البجعاية بتتعالج ورجعوا لبعض. دي مشاهد الهابي اندينج اللي هو. وطبعا اليومين دول لازم تركزوا او تاخدوا بالكم، اهم حاجة طائر الفلامينجو. وانا مش عارفة الناس دي بتفكر ازاي، بس تحس ان هم مهتمين جدا بالحضارة والرقية يا جماعة في اوروبا. بص، حضارة حضارة. شوف الطيور، يا سلام، ده مش بعيد يكونوا بيشربوا شاي ليبتون، او ممكن يكونوا بيغسلوا اسنانهم بسيجنال او كريست، مش عارف. واكيد بيروحوا كنتاكي او ماكدونالدز، واكيد بيشربوا شاي في ستاربكس، اكيد بيشربوا بيبسي وكاكولا. بس ده كله في الايه، في الهابي اندينج. انما ان لا، ده للطيور بس، الحب ده للطيور بس. بالمناسبة المنظر اللي شايفينه ده في اقليم كردستان، في منطقة اسمها بردرش، مش عارفة الاسم غريب، بس هو عشان اللهجة بتاعت الناس وهما بيتكلموا. وحبيت عملت سيرش على اللهجة، كنت بحسبها في اوروبا، طلعت في كردستان. بس هي عجبتني اللقطة. ده صحيح، لكن البجع ده بقى في اوروبا. شفتوا في اوروبا بيهتموا بالطيور ازاي؟ يا سلام يا سلام يا سلام. لا، الناس دي اهم حاجة عندهم الإنسانية.